مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. موعدنا اليوم مع فرع الإملاء، ودرس بعنوان زيادة وحذف بعض الحروف، وهذا الدرس هو تعزيز لما تم دراسته من قبل. نبدأ بسم الله. زيادة وحذف بعض الحروف في الكلمات. قيمتنا التربوية لهذا اليوم هي قيمة الإخلاص. يقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. من صفات المؤمنين التوبة والإصلاح والاعتصام بالله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والجزاء أنهم يكونوا مع المؤمنين، وجزاء المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيهم أجرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له في كل أعمالنا. التهيئة. كلمة داود تكتب هكذا أم تكتب هكذا؟ وكلمة هذا، هل الكتابة الصحيحة لها على هذا الشكل أم على هذا الشكل؟ وكلمة كتبوا، هل الكتابة الصحيحة لها على هذا الشكل أم على هذا الشكل؟ لاحظوا معي أعزائي الطلاب أن كلمة داود هنا واو واحدة وهنا فيها واو زائدة. كلمة هذا هنا فيها ألف زائدة في هذا المكان. كتبوا ينقصها ألف الموجودة هنا في نهاية الكلمات، ولكن أي هذين العمودين الكلمات فيه كتبت بطريقة صحيحة؟ هي العمود الأول داود، هذا كتب كتبت بطريقة صحيحة. أما هنا هذه الكلمات داود بواوين كتبت خطأ، هذا بهذه الألف كتبت خطأ، كتبوا بدون الألف الفارقة كتبت خطأ. هذا هو موضوع درس اليوم، سنتعرف بعض الكلمات التي فيها حروف زائدة وبعض الكلمات التي حذفت منها حروف في اللغة العربية وطرق كتابتها كتابة صحيحة. هذا ما سيتم تداوله في خلال هذه الحصة إن شاء الله. تابعوا معي أعزائي الطلاب. أهداف درس اليوم أن يتعرف الطالب مواضع حذف وزيادة بعض الحروف في بعض الكلمات، والهدف الثاني أن يكتب الطالب الكلمات ذات الحروف الزائدة والمحذوفة كتابة صحيحة. الهدف الأول أن يتعرف الطالب مواضع حذف وزيادة بعض الحروف في بعض الكلمات. حالات حذف بعض الحروف: أولاً، تحذف ألف بعض الكلمات كتابة وتثبت لفظاً في مواضع منها. لو نتحدث عن حرف الألف، ألف اسمي الإشارة ذلك وأولئك، ذلك تكتب على هذا الشكل، وإذا كتبت بالألف هنا، الألف الموجودة في كلمة ذلك هذه تحذف، الأصل فيها أنها محذوفة، ولذلك الكتابة الصحيحة لا على هذا الشكل وهذا الشكل خاطئ. كلمة أولئك، الأصل أن فيها ألف بعد حرف اللام، ولكن هذه الألف تحذف، وإذا كتبت أثبتت هذه اللام تكون الكتابة خاطئة. الكتابة الصحيحة لكلمة أولئك على هذا الشكل. إذن كلمة ذلك محذوف منها حرف، وكلمة أولئك محذوف منها حرف. ألف هاء التنبيه في أسماء الإشارة والضمير المبدوء بهمزة. كلمة هذا، الهاء التي في بداية هذه الكلمة تسمى هاء التنبيه، والأصل أن بعد هذه الهاء توجد ألف فتسمى هاء ألف الإيه؟ الهاء مع الألف هي للتنبيه. تحذف هذه الألف من أسماء الإشارة في مثل كلمات هذا، هذه، هؤلاء، هذان، هكذا، هاء أنذا. هذه الكلمة، كلمة هاء أنذا، مكونة من هاء التنبيه زائد الضمير أنا
زائد اسم الإشارة ذا. حذفت الألف من هاء التنبيه، وحذفت الألف من كلمة أنا، يعني حذف منها حرفان، ألف هاء التنبيه وألف من كلمة أنا، تمام. بعد ذلك تحذف ألف كلمة ماء الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، أي حرف جر، عما أصلها عن زائد كلمة ما. كلمة عما مكونة من عن حرف الجر عن زائد كلمة ما. إذا دخل حرف الجر عن على كلمة أو أداة الاستفهام ما تحذف منها، يحذف حرفان، يحذف حرف النون، ويحذف أيضا حرف الألف هنا من كلمة ما، وتكتب على هذا الشكل عما مع تشديد حرف الميم الخاص بكلمة ما. كذلك كلمة ما إذا دخل عليها حرف الجر الباء بما تحذف منها حرف الألف، بما تفسر انقراض بعض الحيوانات علامة تكبر، وقد خلقك الله من تراب، مكون هذه الكلمة من كلمة على زائد ما، حذف حرف الألف من كلمة ما عند دخول حرف الجر على عليه. أيضا من حالات الحذف تحذف الألف من كلمة الرحمن. الرحمن هذه الألف الأصل أنها موجودة لكن تحذف، وهذه الطريقة هي الكتابة الصحيحة لكلمة الرحمن. كذلك تحذف من كلمة لكن، الأصل أنها توجد ألف بعد حرف اللام هنا، ولكن تحذف، يحذف هذا الألف، والصواب أن تكتب على هذا الشكل. كذلك في كلمة الإله وكلمة الله، تمام، كلمة الرحمن، كل هذه الكلمات فيها ألف، لكن ولكن فيها ألف محذوف. تحذف الألف من كلمة اسم في موضع بسم الله الرحمن الرحيم فقط، في هذه التركيبة فقط، لكن إذا وقعت كلمة اسم في أي مكان آخر أو في أي جملة أخرى لا تحذف هذه الألف. فكلمة بسم تكتب الكتابة الصحيحة لها أنها باء سين ميم على هذا الشكل، وإذا كتبت على هذا الشكل فهي خطأ. ثانيا حذف الواو. تحذف الواو من كلمات مثل كلمة داود. الأصل في كلمة داود أنها بواوين، تحذف منها أحد هذين الواوين وتبقى واو واحدة، وهذه الكتابة هي الطريقة الصحيحة لها. تكتب اللام المشددة في الأسماء الموصولة لاما واحدة، تمام، في كلمة الذي، التي، الذين، والأصل أن هذه الكلمات تكون بلامين إلا ما كان منها للمثنى بنوعيه أو لجمع الإناث، فتكتب اللام المشددة فيه لامين، اللذان، اللتان، اللاتي، اللائي، اللواتي. القاعدة حالات الحذف من بعض الكلمات. تحذف الألف من اسمي الإشارة ذلك وأولئك، من كل اسم إشارة مبدوء بهاء التنبيه، هذا، هآنذا، هؤلاء، إلا ما كان للمثنى المؤنث، هاتان، هاتين، فتكتب الألف بعدها. من ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر مثل عم تبحثون، لما لا تتفكرون، علامة، تختلفون. من لفظ الجلالة الله، الإله، الرحمن، ومن كلمتي لكن ولكن. تحذف الهمزة من كلمة اسم إذا وقعت في تركيب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. حالات الحذف من بعض الكلمات. تحذف الواو من كلمة داود كما قلنا، وتحذف اللام المشددة في الأسماء الموصولة وتكتب بلام واحدة مثل كلمات الذي، التي، الذين، إلا ما كان منها للمثنى أو جمع الإناث، فتكتب اللام المشددة فيه لامين، اللذان، اللتان، اللاتي، اللائي، اللواتي. حالات الزيادة في بعض الكلمات. تزاد الواو في كلمة عمرو في حالتي الرفع أو الجر مثل حضر عمرو وسألت عن عمرو، لتمييزها عن كلمة عمر، وتحذف في حالة النصب مثل رأيت عمرا. في كلمة أولئك تزاد الواو بعد الألف، وفي كلمة أولاء تزاد الواو بعد الألف. في كلمة أولي التي بمعنى أصحاب
تزاد الواو بعد الألف، وفي كلمة أولات التي بمعنى صاحبات. حالات زيادة الألف: تزاد الألف الفارقة بعد واو الجماعة في الأفعال الماضية وفي الفعل المضارع، وفي الفعل المضارع في حالتي الجزم والنصب، وفي الفعل الأمر في الماضي والأمر والمضارع في حالتي الجزم والنصب. تزاد ألف في روي القصيدة للضرورة الشعرية، وتسمى ألف الإطلاق كقول الشاعر أحمد شوقي: فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة. في كلمة العجابة توجد ألف، هذه الألف الأخيرة تسمى ألف الإطلاق، وهي ألف زائدة للضرورة الشعرية. الآن أسئلة الكتاب: بين الحرف المحذوف فيما تحته خط وفق الجدول الآتي. بما تفسر أهمية تكنولوجيا المعلومات في حياتنا؟ حذف حرف الألف من ما الاستفهامية. إلى ما يرمز اللون العنبي في علم دولة قطر؟ حذفت الألف من ما الاستفهامية أيضا. نبي الله داود، داود حذف منها الواو. وليس أخي من ودني رأي عينه، ولكن أخي من ودني في النوائب، حذفت الألف من كلمة لكن. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا، حذفت الألف في كلمة ها وكلمة أنا في هذه الكلمة. بين الحرف الزائد في الأمثلة الآتية: المهندسون لم يتكاسلوا في العمل. الحرف الزائد الواو الفارقة في كلمة يتكاسلوا. قل للطبيب وقد تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، الألف الإطلاق في كلمة أرداك، هذه الألف للضرورة الشعرية، ألف زائدة. أولات الأخلاق مكرمات، الواو في كلمة أولات، يا واو زائدة. ضع كلمة عمرو في جملتين بحيث تكون الواو في الأولى محذوفة في الثانية زائدة. لكي تكون محذوفة سنضع في حالة نصب الواو المحذوفة: إن عمرا صديق عزيز، حذفت الواو هنا لأن عمرو اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. الواو الزائدة نجعلها في حالة رفع مثلا: نجح عمرو بتفوق. نشاط إلكتروني سريع: حضر نقط الطلاب للحفل، حضر أولئك، الكتاب الصحيح لكلمة أولئك هكذا. جميل. نقط صديقتي المتسامحة معي دائما، هذه تكتب كلمة هذه على هذا الشكل، أعتذر في خطأ في كلمة المتسامحة. هذا رجل صالح، هذا رجل صالح، الكتابة الصحيحة لكلمة هذا. هؤلاء الأصدقاء متسامحون دائما، هؤلاء الكتابة الصحيحة لها على هذا الشكل، جزاكم الله خيرا. عمرو بن الخطاب، عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، الكتابة الصحيحة لكلمة عمر هذا على هذا الشكل، جزاكم الله خيرا. قام عمرو بن العاص بفتح مصر، عمرو على هذا الشكل، جزاكم الله خيرا. نعود إلى درسنا مرة ثانية، نستكمل السؤال الختامي لهذا الدرس. صوب الخطأ فيما تحته خط من الكلمات فيما يأتي: الشمس ساطعة لكن الجو بارد، كلمة لكن كتبت خطأ والكتابة الصحيحة لها أن نحذف الألف من كلمة لكن بدون ألف. هذا أبي وأنا أفتخر وأعتز به، كلمة هذا كتبت خطأ والصواب أن نحذف الألف، هذه الألف التي بعد حرف الهاء هاء التنبيه تحذف. والمثال الثالث: النبي داود كان يعمل في صناعة الدروع، نبي داود عليه السلام، الصواب أن نحذف الواو من هذه الكلمة وتكتب بواو واحدة لكن هذا داود. وإلى هنا أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.